بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلنا قبل كده في الفيديو المصغر ان اليوتيوب عمل ميزه اسمها مثل انساب. الميزه دي من شانها ان هي ناس بتدخل انا بقدم لها مميزات، مثلا بالميزه الاولى مثلا ان انا بعمل لك دعم، بكون معاك في البث المباشر، تمام، بعمل لك بث مباشر لوحدك مثلا، او مثلا بكون بمفردك انت ومجموعه مثلا معينه، او مثلا بنزل فيديو حصل ليك انت بتشوفه اول مره يعني قبل ما ينزل للعامة، تمام. في بعض كمان مقاطع ممكن تشوفها، حاجات كده مميزة، حاجات كده هنشوفها كلها مع بعض، عبارة عن مستوى أول تاني تالت رابع خامس وأقصى حاجة الخامس. يعني أنت مالكش أكتر من، يعني أنا ليا خمس مستويات بس اللي أنا عاملهم، الناس تيجي تشترك فيهم. الخمس مستويات دول عبارة عن ايه؟ كل واحد بيكون فيه ميزة غير التاني. الميزة الاولى بتضاف للتاني، يعني انا واحد جه قال لك انا هدخل اختار المستوى التاني عشان ياخد مني ميزتين، الميزة اللي فوق والميزة اللي تحت، الاتنين بنضموا لبعض. طب المستوى التالت، التلاتة بنضموا لبعض. هشوف الكلام ده واحنا بنشرح. انا انزل لي كلمة الانتساب اهو اللي احنا شايفينها دي، او منزل لي الرمز دوت، بينزل لي فين؟ هنا في تحقيق الربح، بدخل على استوديو يوتيوب هنا او مثلا على جوجل كروم وتحقيق الربح هنا، وببدا اشوف هنا الانتساب. انا بدوس على هنا بيبدا يقول لي ايه، بيديني فيديو طبعا عشان يشرح الدنيا عامله ايه والكلام ده كله، واللي عايز يتعرف هنا على الخطوات دي يقول لي اول حاجه انضم للمحتوى ده، بيشرح الكلام اللي انا قلته وبيقول لك الاسعار المناسبه. الكلام ده كله طبعا بيكون بدعم من الشخص اللي انا بدي له المميزات ده. في المستوى الاول نفترض بيكون مثلا ب 5 جنيه، المستوى الثاني مثلا بيكون ب 10 مثلا، المستوى الثالث بيكون وهكذا. انا بختار مثلا مبلغ معين قصاد ميزه معينه انا بديها. حلو الكلام. اليوتيوب بياخد 30% وبيسيب لنا احنا 70%. تمام. اتعرف على الخطوات التاليه. اول حاجه طبعا هو عشان يديني كلمه التفعيل في المنطقه دي كده ببدا لازم احقق الخطوات دي. دي الخطوه الاولى، يجب تقديم اعلانات ترويجيه بارزه. الخطوات التاليه مقترحه، انا سيبني من الكلام ده واكتب التعرف على الخطوات التاليه. اول حاجه بيعملها بيبدا هنا الخطوات. اول حاجه التفعيل ده طبعا لسه 0%، قبل ما يبدا يدهاني بيقول لي هنا ايه، بيقول لي الاعداد هنا، الاعداد هنا كلمات الموضوع دي اللي احنا شرحناها كلها. طب تعالى بقى ندخل هنا على طول بقى عشان ما نضيعش وقت. اعداد مزايا الانساب، يمكنك انشاء مستوى انتساب فردي او عرض عده مستويات. انا هعمل يعني ممكن نعمل مستوى واحد بس، او ممكن نعمل ثلاثه اربعه خمسه، اقصى حاجه طبعا خمسه. يمكنك ايضا ابتكار مزايا فريده وكلام. ندخل بقى هنا اول واحده، انا لازم اعمل الاولى ديت على فكره بين دينا تمت، والثانيه اللي هي تحميل اشارات ورمز الرموز التعبيريه اعملها، وهنا تمام بيقول لي تمت تمام هنا، والاعلان عن الميزه برضه هنا تم، والاخيره في الاخر لما الجزء ده كله الاربعه دول بيكتملوا هنا بلاقي كلمه التفعيل دي ظهرت لي وبيقول لي اكتملت هنا بنسبه 100% 95 حاجه زي كده. لازم يديني بقى يوم مراجعه بعد كده يبدا يرد عليا بقى او لا. ببدا هنا اول حاجه بعملها، ببدا اول حاجه اعداد مزايا الانتساب. بيقول لي هنا في مزايا الانتساب، بيقول لي هنا في مزايا الانتساب اول حاجه عندك المستوى الاول. هنشوف دلوقتي المستوى الاول والمستوى الثاني والمستوى الثالث. المستوى الاول هنا اللي احنا شايفينه ده مستوى المفروض ان انا بيتم تدعيمي ب 15 جنيه مقابل ان انا مثلا عندي حاجه اسمها اشارات الولاء، وعندي الرموز التعبيريه، تمام، وعندي هنا الاولويه في الرد على التعليقات. يعني لازم ارد على يعني دي في تعليقات باولويه للشخص اللي يكون فيه رمز معين كده انا بشوفه. الرمز ده هو اللي بيحدد لي الشخص دوت بيكون موجود مثلا ايه المستوى الاول او الثاني او الثالث. هنبدا نشوف الكلام ده كله. طبعا ده المستوى الاول اللي احنا بنبدا نشوفه. انا بختار المستوى الاول هنا، بيقول لي هنا عايز المستوى الاول ده، بتختار الكلام ده كله ويبدا بعد كده تنقل المستوى الثاني، بعد كده تروح على المستوى الثالث. انا بختار المستوى الاول وببدا اختار فيه الشرط دي والرموز التعبيريه. زي ما شفنا المستوى الاولاني زي ما قلنا، تمام، بيقول لك انت عايز في المستوى الاول هتعمل عبارات شكر للمنتسبين، تمام. انا بعيد الحته دي بس عشان حاجه بس عايز اقولها، تمام، اللي هي تنضم للمستوى الثاني والثالث والرابع، تمام. يعني انا كل حاجه هاخدها هضمها للباقي.
تمام كده؟ الاولويه في الرد على التعليقات، مشاهده الفيديوهات الجديده قبل نشرها، الكلام ده. ده المستوى لو انت هتعمل مستوى اول. طب بالنسبه لو هتختار ثلاث مستويات، هيبقى عندك المستوى الاول بكذا، المستوى الثاني كذا، المستوى الثالث بكذا. طب بالنسبه لو هتختار اربع مستويات، برضه هيبقى هنا نفس الموجود، هنا ثلاث مستويات الموجودين قصادنا دول هم بس هيضيف لهم ايه؟ هيضيف لهم تحت هنا المستوى الرابع. طيب هنعمل هنا اول مستوى رابع، ده عباره عن ايه؟ طب نقرا كمان الثاني والثالث عشان نقول الرابع. المستوى الثاني عشان الناس تكون عارفاه، المزايا المتاحه في المستويات السابقه طبعا، اللي هي اشارات ولاء، رموز تعبيريه، صوره، المهم يعني ندخل بعد كده. اول حاجه المزايا اللي فاتت هناخدها، ثاني حاجه مشاهده الفيديوهات الجديده قبل نشرها. قبل ما انشر فيديو لازم الناس المنتسب عندي او في المستوى الثاني لازم ايه هم اللي يشوفوها اول ناس. عبارات شكر للمنتسبين دي برضو بتنزل، عبارات شكر دي عندهم هم، انا بنزلها لهم عندهم، مش عند اي حد يعني. تمام. التواصل مع المنتسبين على وسائل التواصل الاجتماعي، بعمل معاهم عمليه تواصل بصفه دايمه. تمام. بحيث ان دي الميزه اللي انا بكون مديها لهم في المستوى الثاني. اخر حاجه فيديوهات حصريه للمنتسبين، اي فيديوهات بتكون مثلا في حاجات مثلا بتكون كده فيديوهات يعني الحاجات اللي بنقطعها عشان ما بتظهرش في المونتاج، ممكن تكون دي برضو هم بيشوفوها، ده في المستوى الثاني. المستوى الثالث المزايا المتاحه برضو اللي فات قبل كده، بس اللي هنا بقى المستوى الثالث بنقدم سلع باسعار مخفضه، دي بتكون حاجه انا بقدر اقدمها مثلا ميزه حصريه لجمهورك. مثلا انا بقدم لهم ميزه جديده، ميزه ما حدش مثلا قدمها لهم قبل كده. تعال نشوف المستوى الرابع اللي فات ده كله مع ميزه حصريه لجمهورك برضو. انا اختار مثلا الاربعه دول، مثلا لو انا عايز اختار الاربعه دول يبقى انا لازم اكون اقدر اقدم ايه في الاربعه دول. لو انا عايز اقدم في الاثنين دول هقدم الاثنين دول، هو اقدر ايه هقدم فيهم. طيب انا اختار مثلا هنا الاربع مستويات دول، هبدا اختارهم. طبعا الاربع مستويات ببدا اكتب هنا التالي وابدا ادخل هنا اشوف ايه اللي هقدر اعمله. التاني ببدا امسك هنا اول حاجه في المستوى الاول والتاني والتالت والرابع، ايه التعديل اللي انا عايز اعمله؟ بدخل هنا اشوف التعديل، بيقول لك هنا عايز تعديل، عايز تغير في الكلام ده وتخليه مثلا مبلغ اقل او مبلغ اكتر او الكلام ده، هقول له انا هخليه مثلا 20 جنيه مثلا. يقول لي طب بالنسبه للدول، هقول له مصر طبعا زي ما احنا مختارينا. تمام. وهي الحمد لله بدات تنزل الميزه دي في مصر، ما كانتش موجوده اصلا فيها. الاشارات الولاء طبعا زي ما انتم شايفين، يحصل المنتسبون على شاره خاصه، دي حاجه هنوريها لكم. شاره خاصه كعلامه معينه، رموز تعبيريه برضو، صور المستجدات، اضافه ميزه. تمام. اضافه ميزه اخرى، لا انا مش هضيف ميزه ولا حاجه، وابدا اعمل هنا تم. ده اول حاجه. يبقى هنا عملنا اول حاجه، ندخل في المستوى الثاني. نبدا هنا، نبدا المستوى الثاني برضو نفس الكلام، انا هخليها 150 واختار، واللي انا اخترته هو اللي انا هثبت عليه، هو اللي برضو هنا تم. هاجي في المستوى الثالث نفس الكلام. تمام. وابدا اختار هنا حاجات معينه، هبدا اختار مثلا هنا بالنسبه لموضوع الاسعار المخفضه ده، سلع مخفضه. السلع المخفضه دي ممكن انا اختار مثلا ايه؟ السلع المخفضه دي ممكن اختار حاجه تانية مثلا ايه زي ايه؟ زي ايه؟ ممكن حاجه انا مش عارف اشارك في اللعب لان ما بفضلش الجيمز قوي بصراحه. تمام. المحادثه المباشره مع المباشره الحصريه للمنتسبين، او فيديوهات حصريه او مشاهده فيديوهات جديده قبل نشرها، ممكن نعمل المحادثه المباشره. تمام. عشان لو حد عايز اي حاجه مثلا تكون افضل، لان ممكن يستفيد افضل في الموضوع دوت. طيب ممكن نعمل ايه تاني؟ ممكن هنا في التعديل في الرابع، ممكن هنسيب كل حاجه زي ما هي ونخلي الميزه حصريه للجمهور عشان نقدر نقدم لهم فعلا حاجه. احنا خلصنا التعديلات دي كلها، وبنبدا نعمل هنا عمليه نشوف التالي. بيبدا يقول لي ايه؟ بيقول لي هنا ان التعديل هنا ناقصه حاجه بسيطه. بيقول لي هنا ان انت ما سميتش المستويات اللي عندك. انا كنت هسميه مستوى 1 2 3 4، لكن بصراحه قررت ان انا اغير الموضوع ده، وقلت اعمل ايه مثلا مميز اول. تمام. واعمل هنا تتم اول واحده. قال لي عشان كده كان عامل لي علامه حمراء، اروح بالنسبه للتعديل الثاني هكتب هنا مميز ثاني، او اكتب هنا مميز ثاني. انا بوريك واحده وانا هعمل الباقي. اي مميز ثاني زي ما او مميز ثاني، واجي اعمل هنا واقول له تم، هيبقى هنا العلامه راحت منها. انا هخرج واعمل اثنين ثانيين واجي لكم. طبعا دخلنا وسمينا كل واحد مميز فضي، ذهبي، تمام، ماسي، الماظ، باسم المجوهرات،
تمام. وعملت كمان في حاجه مثلا هنا في المميز مثلا ده وده وده اي حاجه، ببدا اكتب هنا كل حاجه، مبدا اقول في الاخر تم. اخر واحد طبعا اللي هو في الاخر ده التعديل مثلا اللي عملته فيه، بيقول لي مثلا ايه، انت مثلا بتختار ميزه هنا، انا اخترت ميزه التواصل مع المنتسبين على وسائل التواصل الاجتماعي مثلا، برضه قلت له تم، انا خلصت كل المزايا وكل حاجه موجوده، اللي عايز طبعا يشوفها يقدر يشوفها. ببدا اقول له هنا التالي، بيبدا هنا بيعرض لي كل حاجه انا عملتها خلاص كده، وبيقول لي لو انت موافق على الكلام ده لا يمكنني تغيير الاسعار، واذا اردت تقديم سعر جديد يمكن انشاء مستوى جديد. يعني انت لما تيجي تغير السعر لازم تغير معاها المستوى وتكتب مميزات جديده انت بتقدمها طبعا، وسأدي حذف المستوى الى الغاء الانتساب الحالي، الكلام ده كله. طب نعمل احنا ايه؟ بنقول ان احنا موافقين على الكلام ده، ببدا اقول هنا ارسال للمراجعه، ببدا ابعت هنا ارسال للمراجعه، بيبدا هنا خلاص بيقول لي الموافقه على الاحكام والكلام ده كله، وبكتب هنا الشروط اللي انا عارفها دي كلها طبعا، ببدا انزل هنا كلها، انا عارف الشروط دي كلها طبعا، وببدا اقول له ان انا موافق على الاحكام والشروط دي كلها، وببدا اكتب له اسمي، وببدا اقول ان ميزه الحساب اللي دعتها ان انا التزم بيها، ومش هعمل ما مش عارف مساق كراهيه، ولو في الحاجات اللي هي ايه الشروط اللي كان بيعملها اصلا يوتيوب ايه من الاول. هبدا اكتب الاسم، وهكتب العنوان البريد الالكتروني والكلام ده، وهبدا ارجع مره ثانيه. مليت طبعا البيانات اللي زي ما انتم شايفينها كده، وهبدا ابعت طبعا المراجعه، وهبدا اعمل هنا ارسال المراجعه، وسبت الخانه فاضيه، الخانه اللي هو بتاعت شركاء مطلوب، فرفض ان هو يعمل لي عمليه ايه المراجعه. هكتب هنا اسم القناه عاديه، وهكتب هنا ايه مثلا، هكتب هنا الخانه تمام، بقول له هنا حاضر، ببدا اعمل عمليه ارسال المراجعه، هو بياخد في حدود 24 ساعه عشان يبدا يرد علينا. وطبعا لازم الميزه دي تنزل عند ناس او ناس لا، كمان فتره تنزل عند كل الناس، يعني بتنزل بالتدريج طبعا، مش بتنزل مره واحده، ولازم يكون القناه مفعله ال 4000 ساعه وال 1000 مشترك، ومفعله ربح ومكتوب عليها تحقيق ربح، والبين كود وكل حاجه تكون موجوده فيها. طبعا هنا انا ببدا يعني ايه، اول حاجه عندي اكتملت نسبه 17%، واداني الحاجات اللي انا عملتها هنا، لو عايز اعدل فيها ببدا اعدل تمام. لكن انا عندي هنا اول حاجه مكتوب هنا قيد المراجعه اللي هو الجزء ده، بس انا لازم اخلص الجزء الثاني دوت، عشان ده انا يعني لازم ابدا يعني الشرط دي تتحمل ايه كمان، عشان ما يقوليش مثلا اختلف وقت من الاوقات او يعطلني عنها. ببدا اعمل المنتسبين الجدد، انا يا اما بختار صوره يا اما بعمل هنا حاجه تكون للمعاينه هنا، يعني هنا تحميل اشاره خاصه يا اما اشاره هنا عامه هو بيديهاني. الاشارات دي يعني كل ما الوقت بيعدي بتتغير تمام. عندي المنتسبين الجدد دي بيكون ليها لون، بعد شهر لونها بيتغير، بعد شهرين، بعد 6 12، بعد 24، وبعد سنتين بيكون ليها لون معين. انا بختار الكلام ده كله، بقول له التالي ماشي. ببدا كمان اعمل هنا ايه، بيقول لك هنا طب بالنسبه للرموز التعبيريه او الكلام ده كله، انت لازم هنا في الرموز التعبيريه بتختار هنا حاجه مهمه قوي، ايه هي؟ انك بتختار مثلا ايه شكل حد، مره زعلان، مره فرحان، مره كذا، مره كذا، الكلام ده كله طبعا انا هبدا اعمله، وابدا كده بتختار يعني اشكال اللي هو المشاعر يعني بتاعت الوقت كلها، بيبدا بعد كده او بتضيف رمز عبير من عندك او الكلام ده، وابدا تعمل الكلام ده كله حفظ تمام. انا دلوقتي مش محضر حاجه، بس ممكن ايه ممكن انا احضر حاجه دلوقتي وانزلها على طول. اخترت هنا شكلين تمام، دول هاخد واحد مثلا هنا يكون مثلا حزين والتاني فرحان ومش عارف ايه والكلام ده، دوست على الاثنين، وواحده حزين والتاني يكون فرحان. قال لك عشان يظهر الكلام ده لازم بطريقه معينه طبعا، الطريقه المعينه قال لك ترى دي انه احنا بنجيب مثلا نكتب كلمه مثلا هنا ايه سعيد مثلا، فانا بعمل ايه؟ كتبت لكم دلوقتي الرمز وصدوا الكلمة اللي لما تكتبها هيظهر، حد كتب مثلا كلمة معينة مثلا بيظهر له هنا ايه بيظهر له الرمز بتاعها على طول. طب ابدا ممكن اختار رموز ثانية حاجات زي كده، بس انا مش هختار اكتر من كده، واكتب اعمل هنا حفظ. يبقى انا عملت هنا الرموز التعبيرية تمام. بيقول يجب ان تكون الصورة بنسبة عرض الى ارتفاع 1:1. احنا كده عملنا الرمز التعبير الاول، وعملنا رمز التعبير الثاني. لما بعت للمراجعة بعت لي هنا على الايميل ورد عليه، قال لي تخضع المزايا هنا تمام للمراجعة. انا هخرج دلوقتي واروح للرسالة التانية، ده الساعة كان 3 الصبح، بعد 3 ساعات بالظبط بدأ يبعت لي، نشوف قال لي ايه في اللي بعد 3 ساعات.
نبعد هنا، نبدأ نشوف هنا اهو في الرسالة التانية. لا الرسالة التانية اللي هي اللي فوق، اللي هي الأخيرة دي اللي جاتني، بيقول لي ايه؟ بيقول لي تهانينا، انا كنت اشركت على اطلاق ميزة قرارات المنتسبة. طبعا انا بقى ده الفيديو ده كان تاني يوم يعني، تمام، بعد 3 ساعات بالظبط، جالي الساعة 6 الصبح، وقال لي انتقل لليوتيوب. هنا رحت لليوتيوب طبعا، تمام، او الاستوديو يوتيوب، هلاقي هنا انه كان في هنا كلمه تفعيل، دوست عليها طبعا وخلص الموضوع. بس انا بسجل لكم كل حاجه، وهنا اصبح كل حاجه متاحه، وده متاح وده متاح. اخر حاجه بس لسه ما عملناهاش كان الفيديو التقديم. الفيديو ده بيقول لنا حط فيديو انت بقى من عند، اختار فيديو من عندك. الفيديو ده انا بدخل هنا على الفيديوهات بشوف مثلا فيديو اهو زي دوت كده، انا اخترت الفيديو ده. قال لي اؤكد الفيديو تقديم ليس مخصص للاطفال كذا كذا كذا، بقول له ايوه طبعا، وطبعا بعمل له كل حفظ ونشر. خلاص كده تمام، او بدا هنا ده اخر حاجه خطوه بتتعمل اللي هو الحفظ والنشر بتاع الفيديو ده. كده كل الخطوات خلصت، وان شاء الله لو عجبكم الفيديو ما تنسناش في اللايك والشير. ولو في اي حد لاي اسئله خلال انتساب او غير انتساب، ان شاء الله يسيب لكم كومنت في التعليقات، وانا ان شاء الله هرد عليه. شكرا لكم وربنا يوفقكم.